انا مش عارفه اللي وصلت له ده مهم بالنسبه لك ولا لا، بس انا حسيت ان انت لازم تعرفي. قلقتيني يا دكتوره. وحضرتك لقيتي ايه؟ قبل ما اقولك على اي حاجه، في سؤال يهمني اعرف اجابته. اتفضلي. جوزك محمد مطر الله يرحمه كان يعرف صحفي اسمه عمر نصر؟ عمر نصر طبعا يعرفه. الراجل ده هو اللي عمل كل المشاكل من ساعه ما دخل حياتنا. ليه؟ مشاكل ايه اللي عملها لكم؟ هحكي لك ايه ولا ايه. محمد كان واثق فيه قوي في الاول، وبعدين اكتشف انه تعبان. يعني لو لقيتي الورق اللي كان مع جوزك ده ممكن تعملي بيه ايه؟ ممكن يفيدك بايه؟ يفيدني في ايه؟ الورق ده دليل الاكيد ان محمد الله يرحمه اتقتل غدر. يعني لو معايا او حتى لو عندي نسخه منه، انا ممكن ارفع قضايا على كل الجهات الامنيه اللي في البلد، او على الاقل خالص ممكن اجيب تعويض يامن مستقبل ابني. بس انت بتسالي ليه؟ هو انت عندك طريقه ممكن توصلني الورق ده؟ استني هنا ثانيه واحده. أنا آسفة على الزيارة المفاجأة دي، بس أنا عديت عليكي في المستشفى قالوا لي إنك أجازة. ما كلمتينيش على الموبايل ليه؟ ما كنتيش هتردي. خير، عايزة إيه؟ أنا جايلك بخصوص حالة بعمل عنها تحريات مهمة جدا. محامي اسمه محمد مطر اتقتل، إمبارح كنت عند مراته، وقالت لي إن ده حصل في المستشفى اللي أنتي بتشتغلي فيها. ثانية واحدة معلش. مرات محمد مطر؟ الست قاعدة جوه. أنتي تعرفيها؟ بقول لك قاعدة جوه. اتفضلي، أنا عايزة أعرف إيه الحكاية. اتفضلي. انا ما كنتش اعرف ان انتوا تعرفوا بعض. مين دي؟ هو ده الورق؟ يا مين يعني ايه؟ هو ده الورق ده. مين حضرتك بالظبط؟ انت مش مرات محمد مطر، انا امبارح لسه كنت عندها. انت مين؟ لا يا حبيبتي، انا مرات محمد مطر، واللي انت كنت عندها تلاقيها واحده نصابه عايزه تورث ولا حاجه. انا نجوى مرات محمد مطر، كان عارف انه هيتقتل. اللي خياله صورني من مبادئه واخلاقه وممكن يواجه الفساد اللي احنا غرقانين فيه ده اكيد غبي. بس انا عمري ما حبيت احلم لما اعرف مين اللي قتل. ساعات ما جيت من المانيا وانا حاسه اني مترقبه وبشك في كل الناس. وبعدين هروح بعيد ليه؟ ثانيه واحده هجيب لك البطاقه بتاعتي. انا في كابوس ولازم افوق منه. انا ما عملتش كده. بس دلوقتي اللي حصل حصل خلاص. دي كان ممكن تقتلنا. انت السبب. لو ما كنتش جيتي وقلتي لي ان دي مش مرات محمد بطل، انا ما كنتش عملت كده، ما كنتش قتلتها. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ازاي تفكري كده دلوقتي؟ على فكره انا كان ممكن اسيبك مرميه جنبها ولا ليا دعوه بحاجه. دي واحده نصابه كان ممكن تقتلك لو استفردت بيكي. ما سالتيش نفسك انا ما عملتش كده ليه؟ ما اعرفش،
معرفش معرفش. بس دلوقتي بس خلينا نتنيل نشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها دي. يا نهار اسود يا نهار اسود. رنت الباص رنت الباص بتاع ابني. اعمل ايه لو ابني وشافها كده دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بس خلينا افكر. بس اسمعيني كويس وركزي معايا. انت عندك حمام جوه في الاوضه؟ وده غير الحمام اللي بستخدمه. ايوه اوكي. انت تروحي تغسلي وشك دلوقتي وتغسلي ايديكي وتشيلي كل القرف ده ماشي، وتنزلي له دلوقتي حالا تعطليه، تجيبي له حاجه حلوه، تعملي اي حاجه عبال ما اتصرف ماشي. يلا بسرعه بسرعه. انت هتعملي انت هتعملي ايه؟ في الفاليو دلوقتي واقفل الباب. لا يلا روحي روحي بسرعه ما تضيعيش وقت. امال ايه الورق اللي الست دي كانت جايه تاخده منك؟ ده ورقه خاص بمحمد مطر. ايوه ايه يعني؟ تحاليل اتعملت له في المستشفى كانت بتثبت انه ما بيعانيش من اي حاجه. منى انت بتكذبي ليه؟ انا مش بكذب. لا بتكذبي وده باين عليكي قوي، بس انا مش فاهمه ليه. خد مني الورق بتاع عمر اللي كان في البنك اللي انت اديتيني مفتاح الخزنه بتاعته. وانت كنتي هتديه لها؟ انا معقول يكون ابنك طلع تاني؟ مش عارفه. طب روحي شوفي مين. انا قلت لها تيجي تقعد مع ابني عشان عندي شفت في المستشفى. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ مش عارفه. طب هيحصل ايه يعني لو ما فتحتيلهاش؟ هتكلمني على التليفون طبعا. تتكلم ردي عليها قولي لها انك خرجتي. الو ايه يا بنتي انت فين؟ يا زيزو انت فين يا حبيبي؟ جاي منين؟ عند ماما. الو ايوه يا منى بقولك انت فين؟ انا في الحمام في الحمام. هفتح لك على طول هفتح لك. وبدل انت لسه هنا امال زياد كان بيعمل ايه تحت؟ اصله ان شاء الله يقعد مع الولاد. سبته اتفضلي اتفضلي. ايه ده مش تقولي ما عندك ناس؟ دي رضوى صاحبتي صاحبتي من زمان قوي. اهلا وسهلا. اهلا ازيك عامله ايه؟ فرصه سعيده. لا ايه يا زيزو حبيبي مش تسلم؟ مش انا لغوا الشيفت بتاعي لسه مكلمني دلوقتي في المسايرة. اني كنت كلمتك وقلت لك بقى بعد ما وضبت شنطتي وجيت. بس مش مشكله هو بالمره اشوفك واتعرف على صاحبتك. هي انا هو انا شنطتي فين؟ شنطتك زياد. زياد روح هات شنطه طنط. فرصه سعيده. انا اسعد. ميرسي يا حبيبي. بعد اذنكم انا هخش الحمام. اتفضلي. طبعا اتفضلي. زياد خش اوضتك يا حبيبي خش. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي خشي خشي. انا هعمل لك نسكافيه واجي على طول. ماشي خشي يا حبيبتي خشي. هشام هشام الحقني يا هشام الحقني يا هشام انا في مصيبه. طب اهدي وفهميني في ايه. انا جاي لك دلوقتي حالا بس خليكي معاكي التليفون وفهميني في ايه بالظبط. انت لو عايزه تخشي الحمام الاولاني فاضي ما خلاص زياد خرج منه. لا انا بس يعني بس مستغربه. هشام ازيك يا سماح؟ ازيك يا حبيبي مش عاوزك تيجي بدري يعني. سماح روحي دلوقتي. ايه زي ما سمعتي
روحي دلوقتي حالا. هو في ايه؟ عندي مشكله مع منى، مش هينفع نتكلم قدامك. انا سايب الشغل مخصوص عشان احل المشكله دي. يلا. طب اهدى بس، ما قلتليش يعني ان في مشكله. بيسلمين على محمود كتير. يلا سلام. هنعمل ايه هشام؟ هنعمل ايه؟